رجعت والدة الطفلة عيادة الأطفال في مشفى الأمومة والطفولة، حيث تم معاينتها من قبل طبيب الأطفال وإحالتها إلى قسم الحواضن ضمن مشفى الأمومة والطفولة المدعوم منظمة سيما بتشخيص يرقان ورشح. في بداية قبولها في قسم الحواضن تم إجراء التحاليل المخبرية لها، وتبين بعد ذلك أن نسبة البيلاروبين مرتفعة لديها. سيتم وضعها في الغواصة لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك إعادة التحاليل المخبرية لها تأكد من سلامة الطفلة، وبعد ذلك يتم إن شاء الله التخرج. القسم يقدم خدماته لأكثر من 160 طفل شهرياً. نشكو من عدم وجود طاقة تشغيلية كاملة بسبب توقف الدعم منذ عدة أشهر عن المشفى، وبعده تم دعمه بشكل جزئي وتخفيض عدد الكوادر العاملة فيه. نرجو من الجهات المانحة والداعمة دعم المشفى، تأمين الأجهزة والمعدات اللازمة مثل الغواصة، مثل المشع في قسم الحواضن.